الأول العشر أيام الأولى هذه صفتها الرحمة. إيش رأيك بقى؟ بما إن الله رحمك تقولي له شكرا، بما إن الله رحمك وبعد لك سيدي محمد تقولي له شكرا، تذكر الله في الآخر. لازم you go back to the source. Recognize. حرك. مالك دعوة بالحركة، مالك دعوة بالمتحرك. Just to recognize the existence of the creator. That's it. حبيبتي صباح الخير يا مولاي. إن شاء الله خير الصبح كذا تمام. يس يس. نقول الحكاية من أولها. الحكاية من أولها الكائن الحي ألا وهو القلب المتحرك، كتلة ثلاثية الأبعاد المتحركة تمام، كانت في أحلى جنة لما كانت في رحم الأم تمام، وبعدين لقت نفسها بعيدة، خرجت من هذه الجنة. بهاي دي أول حاجة يسموها the first trauma ever experience، اتسجلت عند المستقبل الرائع اسمها birth، الخروج إلى الحياة في حد ذاته أول يعني فاهم كيف؟ تمام. عشان كده يقول لك إيش على طول الأم تاخد المولود في حضنها كده وتطبطب عليه، والأبو يقدم في إذنه وبعدين على طول يرضع، لأنه هو كان بياكل طول الوقت، هو في حالة غذاء، في حالة أمان، وسامع دقة أمه قلبها يعني، سامع صوتها يعني، سامع قلبها يعني دبت رجلها على الأرض رايت، بيشوف بعيونها، بحس رايت. خرج بقى من يعني أأمن مكان في الكرة الأرضية اللي اسمها كده، نزل إلى الأرض خلاص. طيب من هنا ورايح بقى كل حاجة بتحصل عبارة عن حاجة جديدة بتتسجل عنده، a new experience right تمام right. شو بقى إيش اللي صار؟ أفتح الدفتر كده وارجع لحد أول مرة سمعتي صوتك، وأول مرة شفتي نفسك، وأول مرة حسيتي بثقلك على المخدة رايت تمام. كيف كانت؟ يقول القصة الثانية من أول جديد خلاص. كل واحدة فيهم بتحصل كانت لأول مرة تمام رايت. الحتة اللي تزرقن معاكي انت قاعده تجيبيها تاني، هي دي الحته اللي وجعتك، انها تسجلت عندك يا الله. مره وجعانه وجعانه وجعانه، فراحت ايش قالت؟ والله العظيم انا راجعه تاني، استخبت جوا تمام تمام. ناو عند الادراك بقى اللي هو اصبح القلب مكلف، اللي هو من أول ما نزل على الأرض كان مولود أو طفل، بعدين صبي أو صبية، ولعب في الدنيا دي، وبعدين اكتشف إنه هو صار مكلف. الأنثى تشوف سائل لونه أحمر، والذكر يشوف سائل لونه أبيض خلاص. يبقى خلاص ده دليل إنه صار not anymore a child. الأمانة
اللي اداك الحياة سلمت لنفسك بقى، كنت أمانة عند أمك وأبوكي، عند البلوغ صرتي مكلفة، صح؟ right. فسلمك لنفسك، قال لك أمشي ورا سيدي محمد وأسمع دقة قلبي، اللي هو أسمع دقة قلبك هو ناقص السر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا لا محمد وأهل بيته تمام، الكرام. أي حاجة بتحصل من وقت البلوغ حتى ما يرجع تاني الكتلة تتوقف عن الحركة، فالتراب يرجع للتراب والروح تطلع لصاحبها، خلاص كل ده عبارة عن تراما، كل ده يعني بيحصل لأول مرة خارج عن المأوى الفظيع الرائع اللي قعدت فيه 19 زائد أسبوعين في رحم الأم، ها؟ غير المكان الآمن الرائع اللي ما له أي مسؤولية لما كنت مأمهين في ظهر أبوكي، صح؟ يعني ولا إيش رأيك؟ أوكي ناو لما ترجع الحكاية للسورس على طول تقولي إيش؟ أيوة هذا إذا كانت خير من عند الله، الله كله خير، يقول لك إما شاكرا وإما كفورا، مو إيش يقول لك؟ إذا إداله نعمة شكر، وإذا إداله حاجة أعتقد أطلق عليها اسم غير إنها نعمة ورزق فكفر. شوفي بقى، أي رزق أي حاجة بتحصل عبارة عن رزق هذا القلب، الحمد لله، لأنه دي قصته، هي دي حياته، وده اللي اتكتب له، الحمد لله. أوكي رجعي للسورس قولي له أنت زعلان يا زعلان يا قلب، يا الله يا الله يا ولي ولا is it just the perception of what's happening؟ برحمتك اللي أستغيث. مين اللي زعلان في الليلة السوداء دي؟ محد زعلان، كله راضي، تمام؟ لا تعملوا دوشة، الإرادة إرادة الله، الخلق خلق الله، الفعل فعل الله، الرزق رزق الله، الأرض أرض الله، الحكم حكم الله. تقعد تقول كده، كل ما تفكر فيها كل ما تفكر فيها تلاقي إنه الله هي يعني أنت يعني وما اهتدينا إلا أن هدانا الله، فاهمة كيف؟ طيب خلاص، يعني انت اللي خلقتي نفسك، انا بفهم. كان 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 عندك طلبات وانت قاعده معاه على التخت قبل ما ينفخ فيك من روحه، وقلتي له ابا كده وابا كده وابا كده، ابا امي تكون كده وابوي يكون كده وابا السرير اللي حنام عليك، ما كان، ما حصل، رايت؟ فانت ما خلقتي نفسك، انت ما اخترتي ولا حاجه، فبالتالي مالك فيه. لا اله الا الله. تقولي شكرا، إما شاكرا وهديناه النجدين، إما شاكرا وإما كفورا، يا تقولي شكرا يا تعترضي بقى على اللي ربنا ادالك هو، خلاص؟ ما الحمد دامت أبوك والشكر يهتم في لله، ابنك الحمد خلاص، وتقولي أشهد أن لا إله الحمد إلا الله والشكر وأن لله، محمد رسول الله شكرا بحضرتك من جزيلا، أم شكرا سيدي محمد، جزيلا، خلاص؟ أم سيدي محمد، محمد الحمد في لله الأصل يعني والشكر لله، ألف صلاة وسلام على رسول اسمه الله. اسم محمد من فعل حمد، حمد، الحميد المجيد فعال لما يريد، الحميد المجيد فعال لما يريد، يا الله يا كافي يا شافي يا معافي يا الله. كانت تقول قرآن يمشي على الأرض، يعني مفعل، محمد يعني مفعل، الحمد حمادة يعني فعل، فسموه محمد يعني مفعل، يا الله مفعل، برحمتك استغيث. الحمد ما اعرف يعني بالانجليزي، بس هو كده الحركة ثلاثية الأبعاد اللي كانت قلب سيدي محمد كانت بتتحرك بفعل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل بيته الكرام، الغوث يا سيدي، ها اغثنا يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. هامش مش رضي الله عن يعني
الله على العالمين انه احنا في رمضان دحينا في الجزء الاول اللي هو العشر ايام الاولى، هذه صفتها الرحمة. ايش رأيك بقى بما انه الله رحمك تقولي له شكرا؟ بما ان الله رحمك وبعدك الحمد والشكر لله، الف صلاة والسلام على رسول الله يا سيد محمد. امتك بقى خلاص، امتك يا سيد محمد المحرك. مالك دعوة بالحركة، مالك دعوة بالمتحرك. just to recognize the existence of the creator. That's it. حبيبتي صباح الخير يا مولاتي. Right. Yes. اهلا بك في الصالون، اتفضل. البطاريه خلصت ايوه بص انا اقول لك على حاجه اللي هي بص لا ما هي عشان نكون عارفين انه وصلت لاخر، يعني يا عالم بحالي وغني عن سؤالي، صحيح؟ ادعوني استجب لكم. يا الله ادعيت اهو، بص ده ذكرت اسمك يبقى انا دعيتك. أحمدك وأشكر فضلك، لك العقبة حتى ترضى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تمام؟ أيوة. بالله يعني هذا رمضان يعني رحمة ومغفرة وعتق من النار، يعني فرجك القريب. يا فرج الله هو ده، يعني انا بقول لك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين. امة سيدي محمد محتاجة الرحمة، خلاص.